سؤال كمان، انا بخاف من الشياطين، استنوا حته فيها شياطين، ولما بسمع عنهم بترعب، ومكتوب في الانجيل ان اللي بيخاف هيروح النار، هو انا ممكن اروح النار بعد الشر؟ بصوا يا جماعه، في مثل جميل يقول ايه، مثل انتوا عارفين، اللي يخاف من العفريت المثل ده مظبوط. بصوا يا جماعه، ربنا يسوع قال لنا كلمه حلوه قوي، قال ها انا اعطيكم سلطان على الحيات والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. عندكم ايمان بكلام المسيح؟ هو قال كده، اعطيكم سلطان على الحيات والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. خلي عندك ايمان، الشياطين ما يقدروش يقربوا منك ابدا طول ما انت ماسك في ربنا. اللي يخاف من الشيطان هو اللي عايش مع الشيطان، هو اللي ماسك سايب ايد ربنا وعايش في الضلمه، ده اللي الشيطان يلعب بيه. عشان كده فعلا اللي يخاف من الشيطان يطلع له، يعني ايه؟ هو اداله حجم اكبر من حجمه. انتوا عارفين يقولوا الكلاب اللي في الشارع لو حست انك خايف تجري وراك، لو مشيت جنبها ومش خايف تجري منك. الشياطين زي الكلاب، لو لقوك خايف يجوا بقى ايه يلعبوا عليك، لو لقوك مش حاططهم في حساباتك خالص ولا يقدروش يقربوا منك ابدا. فالشيطان ما يقدرش يقرب من واحد بيتناول، بيعترف، بيصلي مزامير، بيخاف من الخطيه، بيخاف من البعد عن ربنا، بينادي اسم ربنا كتير، يخاف ازاي؟ ده الشيطان يترعب منه. اصغر طفل صغير يرشم الصليب يرعب الشيطان. اي واحد يقول ابانا الذي، الشيطان يبعد عنه، يهرب منه. فبلاش الخوف ده، هو الشيطان عاوز يعمل لنفسه منظر من بعد ما اتذل في الصليب، فيشتغل على حته الاعمال والسحر والكلام ده. فمثلا بنت ما تتجوزش، او مره واثنين وثلاثه يجي العريس ويهرب لسبب او لاخر، يقولوا اصل معمول لها عمل. بدل دخل في حته الاعمال، الشيطان بقى قال له بس بقوا في جيبي بقى. فعلا بقى نعمل عمل ونفك عمل ونطلع من عمل لعمل ونروشهم بقى ونجننهم ويعيشوا في المتاهه دي عشان يفضلوا في خوف، ده خوف غير مقدس. انما اللي ما تفكرش بالطريقه دي وتقول انا عروسه المسيح يبعت العريس منين ما يحب الشخص اللي يحب، تبقى واثقه في نفسها، شياطين الدنيا ما يقدروش عليه. فاحنا اللي بندي قيمه للشيطان بالخوف، انما الشيطان تحت رجلينا. طول ما الواحد بيجاهد وماسك في ربنا الشيطان تحسيه. عشان كده يوحنا الحبيب يقول ايه؟ اكتب اليكم ايها الاولاد لانكم قد غلبتم الشرير. بيكتب للشباب اللي زيكم، لان كلمه الله ثابته فيكم وقد غلبتم الشرير. اللي يجي له فكره انه يخاف من الشيطان يحفظ مزامير كتير ويعترف ويتناول بانتظام، ساعتها لا يمكن الشيطان يقرب منه ابدا.